اهلا وسهلا ومرحبا بكم اصدقائي المتتبعين الكرام في فيديو جديد واخبار جديده. اتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير، واخبارك كالعاده متنوعه. وسابداها بالممثله ميليسا دونغول، حيث اليوم العديد من الصحف كانت تتحدث عن علاقه ميليسا بالمدرب التركي سيرجين يالتشين، وسرى نزل تدوينه تخص هذا الامر وقال: التي تجعل الناس دائما يتحدثون عن انفسهم بتمثيلها الناجح تقع في حب سيرجين يالتشين. وقال الذي نشر من الصحافة عن ميليسا دونغول: هي أخبار مزيفة تماما، ميليسا دونغول وسيرجين يالتشين هما صديقان مقربان جدا. والصحفي دينيس تورال أيضا نزل تدوينة يقول فيها: يقال أن الحب بين ميليسا دونغول وسيرجين يالتشين يعني قد بدأ من جديد. كما أيضا موقع تيميز ماجازين تيميز غونديم نزل تدوينة تخص هذا الأمر وقال: الحب بين سيرجين يالتشين الذي يبلغ من العمر 50 سنة وميليسا دونغول التي تبلغ من العمر 24 سنة، التي أصبحت مقربة في تشيشيمي الصيف الماضي، قد أثير من جديد. بدأوا يتحدثون بعيدا عن الأنظار، يعني أصدقائي قالوا أنها كانت على علاقة معه من قبل والآن عادوا إلى بعض. أنا بصراحة لا أصدق الصحف لأن في أغلب الأحيان تكون أخبار كاذبة. المهم، بعد هذه الأخبار تعرضت للعديد من الانتقادات وقالوا أنها تعشق كبار السن. كما أيضا فانز السيريال بعد سماع هذا الخبر شعروا بالسعادة وقالوا: الآن تأكدوا أن خليل إبراهيم جهاد لا تربطه أي علاقة بميليسا دونغول لأنها مرتبطة. وأصلا أصدقائي، خليل إبراهيم جهاد في كل لقاء له كان يقول أن ميليسا دونغول صديقة وشريكة عمل لا أقل ولا أكثر. كما أيضا أصدقائي، وكما قلت أن مشهد جوركام وبامبي تلقى العديد من التعليقات وكلها إيجابية في حق دوغا، وقالوا أنه أخيرا جاءت جوركام لتأخذ حق دوغا. المهم أصدقائي، عمر تلقى العديد من الانتقادات وقالوا: كيف يعقل أن ابن أخاه سيتزوج من فتاة كانت على علاقة به من قبل ولم يقل هذا لفاتح؟ هو الأكثر من هذا، هو الذي يلبسها الذهب، يعني لجوركام في حفل زفافها. الصحفي أصدقائي محمد علي علق على هذا وقال: الشيء الوحيد الذي لا يعجبني هو هذه الحادثة في المسلسل، لكن لو لم نقبل للأسف ألا تحدث هذه الأشياء في تركيا؟ يحدث ذلك، أعتقد أنه لا ينبغي أن نلوم المسلسل، لكنني أنتظر بفارغ الصبر اليوم الذي يعلم فيه فاتح هذه الحقيقة وينفصل عن زواجه الثاني. مثال على المثال، ظهر الخائن لا ينفع على حد سواء الجانبين. بصراحة أصدقائي، أنا أرى أن فاتح تليق به فتاة مثل جوركام لأنه لا يستاهل دوغا نهائيا. وأخيرا سنرى أيام سودة لفاتح عكس دوغا، ستبدأ حياة جديدة مع جيراي وستعرف معه الحب الحقيقي الذي لم تعيشه مع فاتح. نتمنى أصدقائي في حلقة الغد أن ترتفع التقييمات إن شاء الله. كما أيضا أصدقائي، اليوم سيلة تألقت بشكل كبير جدا في كواليس جلسة تصوير إعلان جديد لماركة بيور بيوتي، واليوم الكل تحدث عن هذه الجلسة وعن جمالها، حيث أشعلت الأجواء في كواليس جلسة التصوير. أتمنى أن يحظى هذا الإعلان الجديد يعني بإقبال كبير أكثر من الإعلانات السابقة. المهم، نتمنى لها التوفيق الدائم إن شاء الله. وإلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء. وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد. مع السلامة.